أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مسجد قصر الصغير. كما أدى الصلاة بمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وعدد من الحضور. واستمع حضرة صاحب الجلالة والحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والذي استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتحدث فضيلته عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم والتكافل، مبتهلا إلى المولى جل جلاله في هذا اليوم المبارك بأن يحفظ عاهل البلاد المعظم ويرعاه ويسدد خطاه ويوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية وطول العمر، وعلى شعب البحرين الكريم بالخير والمسرات، وأن يحفظ مملكة البحرين ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا ويديم عليها الرخاء والازدهار والاستقرار تحت قيادة جلالته الحكيمة، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعتهم. الصلاة قائمة، الصلاة جامعة، الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب رحيم عفو كريم، يغفر الذنوب ويستر العيوب، يجيب الدعوات ويضاعف الحسنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين والناصح المبين، رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله العليم الحليم واشكروه في هذا اليوم العظيم، فإنه يوم شكر على ما من به من الخير الجزيل والعطاء الكثير. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته، واحفظ عليه إخوانه وأنجاله وذرياتهم. اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم وتقبل من الصائمين صيامهم، واغفر ذنبهم، وآتهم سؤلهم، واجعل صيامهم مقبولا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وبعد انتهاء الصلاة، تبادل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مع الحضور التهنئة والتبريكات بعيد الفطر السعيد، شاكرا تهانيهم وتمنياتهم الطيبة، وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الفطر المبارك، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام بوافر الخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة. ورفع الحضور خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى جلالة العاهل المعظم بهذه المناسبة الكريمة، داعين الباري جلت قدرته أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد، وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الحضارية.